السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ بهذا الخبر، اللهم احفظ العراق وأهل العراق. انفجار كبير في محافظة البصرة العراقية. أكد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء وقوع انفجار عنيف قرب مستشفى الجمهوري بمحافظة البصرة جنوب البلاد. بدوره أكد مصدر آخر لعين الإخبارية أن الانفجار ناجم عن عمل إرهابي وتسبب في مقتل وإصابة 15 شخصا كحصيلة أولية. هذا كان كحصيلة أولية. وبحسب المصدر فإن الانفجار وقع بواسطة سيارة مفخخة كانت موجودة قرب بنك الدم عند مبنى المستشفى الجمهوري، وما زال التحقيق مستمر في هذا الحادث. أتمنى من الله تعالى أن يحفظ العراق وأهل العراق، وأتمنى من أخواني وأخواتي الاشتراك في هذه القناة والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.